السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 11 يوليوز 2020. اليوم أنا في السطح عندي، بغيت باش عندي هاد الكرمة هادي كما كتشوفوا ما شاء الله. فبدات بدا الكرموسة هو كيقرب النضج ديالو، ها هو لاحظوا معايا. إلا خليته فما غيخليو لي فيه الطيور والو كما كتشوفوا. ديجا الأولانية ديال هي راه غادي نوريكم، لأنها راه الطيور ما خلو فيها، بداو كلاو داكشي اللي طيب. لاحظوا معايا هذا كله، ان شاء الله قريب باش ينضج. هنا لاحظوا معايا ما بقى ليه والو في الغالب، يعني يومين كاع مثلا ولا يومين على يعني الاكثر غادي يكون هذا الكرموس طيب. غادي نشوف هذه، هي شوفوا لاحظوا معايا، هي بدا فيها الطيور، بداو كياكلوا فيها، بدات كطيب. فالطيور الطيور ما مثلا ماشي كيتسناو حتى كتنضج كامله، ولكن غير كتنضج شويه كيبداو في الاكل ديالها. اذا هذا هو علاش باش انا ناكل شويه، لان كما كتعرفوا عندي كرمه يعني ماشي كتولد كثير، ولا ماشي يعني تثمر كثير، يعني كتعطي الثمار كثيره. فانا خليت لهم، هما كلاو وحده، هما كلاو وحده من هذا الجهه، كلاو وحده من الهيه من الجهه الاخرى من الكرمه الاخرى. اذا خليو لي حتى انا شويه ناكل. فالطريقه اللي غادي ندير هو انني غادي نحمي هاد الكرمه، غادي نحميها بالشبكه. غادي نوريكم كيفاش غادي ندير ليها ان شاء الله، وتبعوا معايا. انا غادي نمشي للكرمه الاخرى حتى نوريها لكم. انا دابا في الكرمه الثانيه كما كتلاحظوا، هذا نوع اخر. لاحظوا معايا كيفاش داير، هذا نوع اخر. هاد النوع هذا هو الاسم في الحقيقه ما عرفتش الاسماء ديالهم. فهذا من يعني من خلال الناس اللي كانوا يعني لا بيبينيير ولا المشتى اللي كان باع ليا، فكان قال لي هذه واحد النوع من فرنسا، كان عطاني الاسم ديالها، ولكن مع راه شحال هذه ما بقيتش عقلت. لاحظوا معايا، لاحظوا معايا ما شاء الله. فان شاء الله حتى هي فيها، ورغم ان مثلا كاين يعني تساقطات بزاف ديال الثمار، تساقطات التساقط ديالها الثمار، فواضح علاش باين، لان نورمالمون خاصنا تذكير ديال خصنا نذكرو الشجره باش هادشي كامل ينضج. الماء ما كتذكرش الشجره كامله، فواحد العدد ديال الثمار كتسقط، كتبقى لواحد يعني الكميه اخرى اللي كتبقى يعني تبقى لك تاكل منها. الحمد لله على ايين. فاللي كيهم هو بان غادي ناكل ان شاء الله، اذا حيانا سيد ربي غناكل ان شاء الله من هاد الكرمه. وديجا كليت منها، راه تقريبا شي 3 سنين وانا كناكل منها، والاخرى حتى هي ان شاء الله. اذا هذا بالنسبه كما قلت لكم. وغادي نوريكم الان الشبكه اللي خديت، هذه هي الشبكه اللي خديت. هاد الشبكه ان شاء الله غادي نقطعها، غادي ناخذ واحد يعني واحد العمار، يعني واحد شويه منها هو اللي غادي ناخذ، وغادي ندير لي واحد الخويط من الجناب، يعني خيط تقريبا خيط من هنا وخيط من لهي، وغادي ندور على الشجره، يعني هذا على الكرمه، وغادي نحاول نغطيها. وفي ديك الوقيته غنقدر نبروتيجي، يعني نحمي هذوك الكرموسات، نحميهم من الطيور، وان شاء الله ناكل منهم ان شاء الله الى حياه سيد ربي. غادي نوريكم الكرمه الاخرى، بقاو معايا. هذه الكرمه الثالثه اللي هي عقله، كانت عندي عقله، يعني خديتها من هذيك الاولانيه اللي وريتكم. ما شاء الله حتى هي ها هي دايره يعني الانتاج ديالها. نتسناو ان شاء الله غير باش تنضج، نشوفوا كيفاش غادي يكون النضج ديالهم. كيبان لي بان هادو مثلا بحال دابا هذه اللي كتبان لكم هنا، فتا هي غدا النضج ديالها، تا هي غادي نحاول باش نحميها تا هي، ونشوف ان شاء الله كما قلت لكم، نشوفوا باش ناكلوا من هاد الثمرات ان شاء الله. نوريكم الرابعه، هذه الكرمه الرابعه اللي هي عقله، تا هي عقله هذه من هاد الكرمه هذه اللي كنت وريتكم، اللي هي الثانيه اللي قلت لكم نوع ديال فرنسا، ولا اللي كان قال لي السيد اللي في المشتل هو نوع من فرنسا. فهذه عقله منها، كنت كثرت منها. فهنا غادي نلاحظوا بان دايره جوج حبات، الاكيد ان الحبه هذه اللي كاينه هنا فهي غادي تسقط، هذه غتسقط ما غاديش تنضج، وهذه ان شاء الله تقدر تنضج.
هاد هما كانت دايره شي حاجه اخرى ولكن طاحت. معليش ماشي مشكل ماشي مشكل. اذا هذا هو العام الاول ديالها ولا السنه الاولى ديالها. هي ما طلعتش ماشي بحال الاخرى، الاخرى حتى هي كانت السنه الاولى ديالها وما شاء الله فهي عطات. اذا هذا الشيء اللي كاين بالنسبه لليوم. ان شاء الله غادي نكمل هذا الشيء ونوريكم ان شاء الله الفيديو، ندير لكم فيديو من بعد منين غنكمل ان شاء الله. اذا من بعد ما انتهيت من التغطيه ديال التمرات ديال التين ولا ديال الكرموس الكرمه، هذا هو الشكل اللي درت مثلا في هذه. هنا بقاو هادو كما كيبان لكم، بقاو هادو ما مغطينش، هادو حتى هما ما مغطينش، هما الكينين هنا اللي لهي حتى هما ما مغطينش، اللي لتحت ما مغطينش. ولكن ماشي مشكل، يعني لقيتها منين ما غادي يجيو فين يطيبوا هادو، فين غادي مثلا ينضجوا، حتى غيكون هادو يعني تبارك الله يعني تكالوا ان شاء الله، وفي ديك الوقيته نقدر نحول الشبكه ولا نغطي هادو بوحدهم. هادو ساهل باش يتغطاو، ونقدر نغطيهم غير بدوك الساشيات اللي معروفين. يعني دابا نوريكم كيفاش. اذا هذه بالنسبه لهنا، بالنسبه لهذه فهي نفس الشيء، فها هي درت لها الشبكه حتى هي، فغطيت تقريبا كل شيء. وهذه اللي كانوا هنا ايزولي، ها هما اللي كانوا هنا بوحدهم، فغطيتهم بهاد الساشي هذا، بهاد الساشيات اللي قلت لكم، هاد الشكاره اللي هي ديال التوب اللي معروفه عندنا هنا في المغرب ولا في الدار البيضاء كنستعملوها. ها هي غطيتها، هذه مزيانه في الحقيقه، هاد الشكاره هذه راه مزيانه بزاف. هذه باش كنت غطيت عام الاول البعويد في المزرعه عندي، وبقى محافظ يعني بدون اشكال، يعني الشمس كتضرب فيه وفي نفس الوقت يعني بقى كينضج ومحمي من الطيور. اذا هذه الطريقه اللي درت هنا، غادي نوريكم الجهه الاخرى. هنا ما بقاتش ليا الشبكه الخضراء، كانت عندي هذه الشبكه هذه البيضاء، فانا هانتوما حميت هادو اللي هما مجموعه، وهادو اللي كانوا خارجين درت لهم حتى هما هاد الساشيه هادو، هاد الساشيه هادي. هنا الفوق باقيين شي حبات، وكاين هنا وهنا، ولكن معليش ماشي مشكل كما قلت لكم، فما غيجيو فين ينضجوا ان شاء الله، حتى غيكون يعني سالينا من هادو اللي كاينين هنا، هادو طابو زعما وكليناهم ان شاء الله. فين هادشي اللي كاين، هذا هو العمل اللي درت هاد الصباح هذا ديال السبت. ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو ان شاء الله من بعد على السطح ديالي، وغادي ندير لكم جوله ديال الجوله ديال السطح في شهر 7. لان هادشي اللي كاين، كنتمنى ان الا كان عجبكم الفيديو ولا عجبتكم الطريقه باش تحميو الفواكه ديالكم، ولا كانت عندكم شي طريقه اخرى احسن، فمزيان تقولوها لي في التعليق. كان عندكم شي ملاحظه بالنسبه لهادشي اللي درت، فتا هو مزيان تقولوه لي في التعليق. كنتمنى الا عجبكم هادشي شاركوه مع الاصدقاء ديالكم، وكنتمنى ان كما العاده يعني كما كنقولوا ديما، الناس ديال القنوات اللي عندهم يوتيوب ولا شي حاجه فكيقول لك ما تنساش جيم، ما تنساش اعجاب زعما، ما تنساش لايك اللي هو اعجاب ولا جيم، ما تنساش الا ما كنتيش ابوني، الا كنت ما كنتيش مشارك في القناه فشارك فيها، وحاول تشارك ولا تشترك هاد يعني المحتوى ديال هاد الفيديو مع الاصدقاء ديالك في الصفحات ديالك ديال الفيسبوك، هكذا باش يعني يكون الناس كتار اللي يشوفوا الفيديو. في نفس الوقت حتى انا يكون عندي واحد العدد ديال الناس اللي كتشاهد الفيديوهات ديالي، وهذاك غيكون كيحفزني اكثر باش ان شاء الله نعطي اكثر، ويعني ونتحفز. لان لقيت مني كنمشي كنطلع على ان فيديو وكنلقى فيها مثلا 100 في مده ديال 48 ساعه ولا اكثر ولا شي حاجه، كنلقى 100 مشاهده. ف معليش انا ما كنتسناش زعما بزاف هذا الشيء، ولكن كيكون واحد شويه ديال التقليقه كما كيقولوا. اذا تحيه لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.